امبارح برضو فيما يتعلق بقى بكرة القدم في خبر يعني مبهج جدا، وهو تمديد النادي الأهلي لعقود أليو ديانج وحمدي فتحي، لأنه الحقيقة هو مش مجرد خبر كده ممكن يمر علينا كلنا مرور الكرام، إنما لازم نقف عنده ونديله حقه ونتأمله حبتين، لأن دي خطوة يعني محسوبة ومدروسة من لجنة التخطيط بناء على طلب الكابتن محمود الخطيب بالحفاظ على قوام فريق المستقبل والبناء عليه. والحقيقة هم دايما بيعملوا الكلام ده، أو النوع ده من الأمور بيدار بمنتهى الصمت وبمنتهى الحكمة، وعادة ما بنتفاجئ في نهاية الأمر بأن في حاجة زي كده استجدت. أنا عاجبني جدا ده فعلا، ودي خطوة أعتقد مهمة. ونتكلم كمان يعني أيام قليلة فاتت كان تم التمديد لمحمد شريف وعلي لطفي حارس الفريق زي ما احنا تابعنا، وهنا لو بصينا بقى هنقول عناصر الفريق هتلاقي فيها إن فيها استقرار كده. يعني دلوقتي أقل عقد عندنا بنتكلم هو 3 سنين، هي سياسة مهمة جدا إن أنت توفر الاستقرار للفريق، وكمان التفكير يكون في تقدم الأهلي وحصد بقى هنا الألقاب بالنسبة للعيبة. خلاص أنا دلوقتي مطمن، أنا دلوقتي ماضي، أنا دلوقتي عارف أنا ال3 سنين مثلا اللي جايين أنا مستقر فين، فأبتدي أركز بقى وينصب تفكيري وما يبقاش في ذهني أي تشتيت. أنا عايز بقى أركز في المباراة، وعايز أركز في الفوز، وعايز أركز إن أنا أحافظ على اسم الكيان اللي أنا بنتمي ليه على الأقل زي ما احنا قلنا أقل عقد 3 سنين. فأعتقد دي خطوة جميلة جدا فعلا. وعشان ما يحصلش التشتيت اللي أنت بتتكلمي عنه واللي أنت متخوفة منه، وده تاني تكنيك ثابت دايما مع النادي الأهلي في النوع ده من الأمور، يعني كل الكلام ده بيحصل فيه هدوء تام وفي سرية شديدة الحقيقة يحسد عليها أو تحسد عليها إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي. يعني بدون أي مقدمات اتفاجئنا كلنا أن النادي الأهلي بيعلن عن التجديد للثنائي بالأمس. طبعا دي خطوة بتبعد كل الضغوط وأوجه التشتيت اللي بنتكلم عنها عن كل أطراف المفاوضات، فكالعادة يعني ملعوبة من النادي الأهلي. يعني هي حقيقة فعلا الملفات كلها بتدار بشكل احترافي، ويعني بتثق كمان ان ادارة التعاقدات هنا بتثق فيها ان هي ماشية في طريقها لحسب كل الملفات المطلوب اكيد التعامل معاها عشان نحقق بقى الهدف، هو تذليل اي عقبات بتكون موجودة عشان نقدر نقول ان الاهلي بقى يستمر في ريادته المحلية والافريقية دايما باذن الله.